تكونوا ان شاء الله. كنشكروا السيده المندوبه ديال التعاون الوطني للمحمديه اللي تصفقوا عليها بزاف، هي هي اللي صاحبه الفكره واللي تعاونت معنا بزاف، هي ديال المديره ديال هذا المركز اللي تصفقوا عليها لانها السيده المكونه ديالنا حتى هي الاستاذه تكونهم الزهره ديالنا. كنشكروا الحاجه سميه عسات هي المركز دابا رحلت على التقاعد، ولكن نظرا للكفاءه ديالها حنا ما قدرناش نستغناو عليها. كما كتعرفوا راكمكم كتعرفوا السيده مناضله وعندها زخم كبير من الكفاءه والتجربه، وحنا فضلنا اننا نشتغلوا معها في مرحله الضيوف. شو اسف تخدموا عليهم شهرين بالصوره اللي خدينا لكم كامل ديال المواد الكامله، الكسكاس راه كلشي موجود عندكم، هذا الشيء اللي طلبتوا لينا طلبتوا لنا المسيره المكونه باش جبنا لكم كامل هذا الشيء كله، غير تخدموا به كامل هذا الشيء. جبنا لكم حتى الثلاجه عندنا في الجمعيه، جبنا لكم الثلاجه، الثلاجه ما كايناش، جبنا لكم صغيره ديروا في هذا الشيء اللي غات شي عليك تخصك البطاقه. ما تبغيو لي شوس. جبنا حتى البوطه، البوطه راه كاينه. يزيد ابو صامون رئيس جمعيه نهضه زناه 300 والتضامن، وحنا اليوم كنظموا واحد الحفل انطلاق مشروع صناعه الحلويات التقليديه والعصريه والفطائل لفائده 20 امراه وفتاه بمنطقه او بدوار باب احمد بمنطقه سي بالجامعه القرويه سيدي موسى المجدوب، وبالضبط بالمركز التربيه والتكوين التابع للتعاون مندوبيه التعاون الوطني. حنا هذا المشروع كنقوموا بشراكه مع مندوبيه التعاون الوطني بالمحمديه، اللي غنكونوا فيه غنقوموا بعمليه اولا التكوين ثم الانتاج ثم من بعد التسويق. غنكونوا معنا مده 5 اشهر هاد النساء وهاد الفتيات، والهدف ديالنا هو مساعده هاد النساء في وضعيه صعبه والنساء المعوزات والفتيات اللي يعني غادروا الدراسه، كنحاولوا باش يستمروا في هذا التكوين لانه غيتنفعوا به يعني في المسار ديالهم ان شاء الله، او سواء بعد الزواج ديالهم. كذلك نقدموا لهم المواد الاوليه والتجهيزات المطبخيه الاولى ديال صناعه الحلويات التقليديه والعصريه والفطائر، وغنقدموا دائما كل وصفه بعض الوصفات اللي غيجيو واحد النساء من منطقه عين حروده ومن الدار البيضاء باش يقدموا بعض الوصفات كل اسبوعين، مره في كل اسبوع، يتكونوا كل يوم اثنين وثلاثاء وخميس، يعني ثلاثة ايام في الاسبوع، وغندعموا بوسائل من طرف المسيره، عندنا واحد المسيره، وكذلك نقدم لهم واحد المكونه، وان شاء الله كنتمناوا هذا من بعد التكوين نقدم لهم شهادات، والسنه المقبله ان شاء الله تكون استمراريه ونقدم لهم افران وعجانات، وهذا هو الهدف ديالنا. وكنتمناوا دائما نزوروا هذه المناطق ديال العالم القروي لانهم هاد النساء محتاجين بهذا التكوين. انا كنت كنقرا وانقطعت عن الدراسه، وفرحانه انني ملي داروا هذا التكوين هنايا، فرحانه حتى جاو عندنا نهضه الزناته وغيساعدونا باش نديروا الطبخ، وحنا فرحانين بهذا الشيء. وعليكم السلام. مدام عزيزي مديره مركز التأهيل الاجتماعي بالمحمديه ورئيسه الشبكه الجمعويه للتضامن الاجتماعي بالمحمديه، كيف كتشوفوا هذا النشاط؟ فهو يعني نشاط لدعم النساء في وضعيه صعبه، وخصوصا لتكوينهم في مهنه على الاقل تحاول تحسن من المعاش ديالهم اليومي، واللي حاولنا نسيبلو به يعني النساء في وضعيه صعبه. وحتى الا ما كانش يعني هو واحد المشروع اللي هو كبير، ولكن هو واحد المشروع اللي غادي يساهم في تحسين الوضعيه ديالهم، اللي كما كتعرفوا المراه كتبقى ديما المكانه ديالها هشه، ديما كتبقى في الهشاشه، سواء كانت ارمله، سواء كانت يعني بحكم يعني الحياه ولا يعني المشاكل ديال الحياه، كتبقى ديما المراه في وضعيه صعبه، كتبقى ديما في وضعيه هشه. حنا كفرحانين بهذه الجمعيه اللي داروا لنا جمعيه النهضه، فرحانين ليا بزاف زعما غتساعدنا وغتعاوننا على هذه المبادره اللي داروا لينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صاحب المقام الرفيع. كنشكر هذا الحضور اللي معنا اليوم في هذا المركز ديال التعاون للمراه وخصوصا الشابات اللي انقطعوا عن الدراسه وجاو لهذا المركز باش يتجهوا لواحد الميدان اخر، هو ميدان الطبخ. وفعلا حضرنا احنا اليوم جمعيه نهضه زناته بالرئيس ديالها السيد يزيد ابو صابون، اللي كيتقدم له الشكر الجزيل والتقدير على هذه المهمه اللي قام بها تجاه هذا المركز، وهذه الالتفاته اللي التفت لهاد الناس اللي المدخول ديالهم ضعيف وما يمكنش يتكونوا في هذا المركز، لان هذه التكوينات كتكون كلها كتكون بالماديات يعني بالاجره، وهذا التكوين هو مجاني، هذا فضل عظيم من عند الله سبحانه وتعالى.